كثير من الرياضيين يلجؤون لتعاطي الهرمونات المنشطات وغيرها من هذه الأمور بهدف تضخيم أجسامهم وتقوية العضلات، لكن الأبحاث والدراسات العلمية أثبتت بأن هرمونات النمو والمنشطات الاستيرويدز من ممكنها تضر بالجسم على المدى البعيد يا غادة. أكيد هاشم، وللأسف أغلب الشباب يبون يحصلون على هذه النتائج السريعة ومن غير مجهود ولا تعب كبير، ويتجهون إلى هذه الهرمونات من غير معرفة بالآثار الجانبية المصاحبة لها تحديدا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بأخصائي التغذية الرياضية الأستاذ محمد سامي الصالح. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا حياك الله، وصبحكم الله بالخير، ويصبح على متابعينكم ومتابعينا في قناة الكويت. سلمك وحفظك والساعة المباركة. حديثنا بيكون وايد أجمل بعد هذا التقرير. ورجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج صباح الخير يا كويت. صباحك بالخير أخوي محمد مرة ثانية، منورنا ومشرفنا. حياك الله. الله يحييك ويبجيك. في البداية لو نتكلم على أن كل إنسان يحتوي جسمه على عدد كبير من الهرمونات اللي ينتجها الجسم، هرمونات أنثوية، هرمونات ذكورة وغيرها من هذه الأمور، في البداية نبي نتعرف على أوجه الاختلاف بين هذه الهرمونات عشان نسهب في حوارنا. طبعا هي الهرمونات هذه هرمونات رب العالمين حطها في جسمنا عشان يكمل تكوين الجسم، والإنسان يكون يعني خلقة رب العالمين، وشنو أراد رب العالمين في الإنسان يمشي في هذا الأمر. هذا فالهرمون الصناعي اللي هو صنع الإنسان طبعا صنعوه من أجل تسريع عملية بناء العضل، لأن الهرمون الطبيعي هو من الأساس يعني يساعد في عملية نمو الجسم، ولكن الشباب النوادي ايش بيصير يحاولون يسرعون يبون فاست افكت. ايوه فاست افكت. فايش يسوي؟ يضطر انه يدخل هرمون صناعي من برا، الهرمون الطبيعي يسوي بلوك بالجسم، وعاد الاضرار تبتدي وياك تتفاقم. نعم تبتدي وياه وتتفاقم ويا الاضرار، ف يصير في عاد السايد الافكت. أيوة. شيء فشيء ورا بعض. هذا اللي بنحكي عنه، يمكن لك تجربة كوتش في هذا الجانب تحديدا. نعم. ولما نتكلم عن الآثار الجانبية اللي عشتها ومن خلال هذا الشيء وخرت عنه تماما. للأمانة أنا لي كانت لي تجربة في تعاطي الهرمونات. أنا للأمانة أسميها تعاطي لأن هي نفس الإدمان. صحيح. لأن الشكل الفك الشكل هو اساسا كل انسان يدور على الشكل ويدور على الديزاين المعين في الجسم، فمجرد ان الانسان انه يستخدمها واللاعب يستخدمها يحصل صعوبه في تركها، ولكن ولله الحمد والشكر تركتها انا في فتره وجيزه، ولكن اضرارها تمت معي 3 سنين. طبعا اي طبعا اضرارها كانت على جسمي انا، طبعا هي من جسم لجسم يفرق على فكرة. فكانت أضرارها معي اللي هي تضخم بالكبد، وسواس، توتر، اكتئاب وقلق، وإضافة إليه كانت في عندي بداية جلطة في القلب. يا ساتر. إيه، لأن أنت لما عاد يختلف تكوين جسم الإنسان من داخل، فراح يصير في عدم اتزان ما بين اختلال. اي راح يصير في اختلال بالهرمونات، هرمونات الجسم كلها كامل. صحيح. لان اذا مثلا على سبيل المثال اذا هرمون التستوستيرون صار في انخفاض راح يخفض معه هرمونات ثانيه. صحيح. لان هي سلسله بالجسم. صحيح. اضافه الى الهرمونات راح يصير في خلل في معادن الجسم، واذا صار في خلل في معادن الجسم راح يصير في عندك ازمه في ضربات القلب، لان انت لما تتكلم عن تتكلم عن معادن الجسم انت قاعد تتكلم عن بوتاسيوم، قاعد تتكلم عن مغنيسيوم، هذول المعدنين صح اساس نبضات القلب، اذا زاد او نقص يصير في عندك ضربات قلب. صحيح. ممكن تصير في عندك جلطات والعياذ بالله. فانا صارت فيني شبه جلطه بسبب
عدم الاتزان في المعادن. بس تخطيتها لا الحمد لله من اخوي الحمد لله. لا الحمد لله وشكرا. تخطيتها بعد طيبة. ثلاث سنين صحة طيبة. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. زين اخوي محمد كلنا مثل ما يقولون هني شباب كويتي قلبنا على الديره ونمون على بعض ونخاف على بعض طبعا. زين منصات التواصل الاجتماعي لها سلبياتها ولها ايجابياتها. قمنا نشوف اليوم حتى انت اذا تبي اي نوع من انواع العقاقير الطبيه ولا الهرمونات ولا الستيرويدز هناك مواقع معينه على الانستغرام او غيره صفحات معينه تبيعك هذه الشغله وتوصلها للبيت من غير معرفه مصدر هذا الشيء. شنو رايك بالموضوع هذا؟ طبعا هذه تشكل ازمه كبيره في مجتمعنا خاصة الأكاونتات التجارية اللي هي تبيح أو تبيع الأمور هذه بدون استشارة أي دكتور. صح. فهذا الأمر أنا للأمانة أخالف الأمر هذا ولكن أنا أمانة ما أدري في هالأمر هذا هل إذا كانت في جهات معنية تراقب هالأمور هذه أو لا ولكن المفترض أنه يتم يعني مقاطعة الأمور هذه لأن أي دواء يعني يستخدمه الإنسان بدون استشارة دكتور حتى ولو إن كان بنادول ممكن يسبب أضرار للشخص نفسه فما بالك عاد المنتجات التجارية اللي قاعد يبيعونها الأخوان والخوات على أساس أن هذه ممكن تنحف ممكن تركز أكثر شيء أيوة على الأمور الرياضية فالأمور هذه إذا ما كانت وفق يعني استشارة طبيب مختص أو أخصائي معين في أنه يعطيك أمر الأدوية هذه أو المكملات هذه فصراحة ما أنصح فيها وتحتاج طبعا متابعة واللي طبعًا. أخذها لازم تحت استشارة الدكتور مثل ما قلت وفترة طبعًا. ممكن يقطعها ما يريد يكملها. طيب اللي مشى على هذا المنوال وخذ هذه الأدوية سواء أوبر سواء حبوب وغيرها ويبي يترك الموضوع هل هناك طرق معينة يتبعها تدريجيا عشان الجسم ما يحس بشك مفاجئ ويرتيل الآثار الجانبية بشكل مفاجئ ولا خلاص يقطعها ويستسلم للأمر؟ شوفي هي عاد هني يعني على حسب الفترة الزمنية اللي اللاعب هو كان قاعد ياخذها وعلى حسب الجرعات اللي كان ياخذها ممكن إذا كانت جرعات عالية مثل ما تفضلتي يلجأ إلى الهرمي يعني مثل ما صعد ينزل بنفس الطريقة إلى ما يوصل إلى أنه خلاص وصل إلى الليمت الأخير وينتهي منها وعاد ينتبه إلى المضاعفات اللي راح تحصل معاه لأن أنت لما تتركين أمور الجسم تعود عليها ممكن تحصل في بعض الاضطرابات صحيح هذا انا حاشيش في بعض الامور مو هرمونات لان الهرمونات هذا جانب اخر بعد ابله وابله احنا قاعد نتكلم عن امور يعني مكملات يعني في بعض المنتجات صحيح تنباع تشكل خطر على اللاعب نفسه صحيح فهني الامر هذا لا تتركها تدريجي عشان لا يصير فيه شوك مثل ما تفضلتي ويصير فيه اضرار جسيمه. حلو يمكن السؤال مع الترند مال اللاعبين واللاعبات ملوت الكروسفيت والسبارتن ريس وغيره من شباب وبنات يقول لك زين انا شنو البدائل الصحيه للهرمونات الستيرويدز وحتى حق السبلمنتس والاشياء المكملات الغذائيه شنو البديل الصحي لهذه الاشياء كونك اخصائي تغذيه علاجية. البديل الصحي طبعا هي بلا شك الاكل لان انت لما تتكلم عن الاكل هو يشكل 70% من جسم الإنسان مورد طبيعي عندك الكربوهيدرات والبروتين والألياف الغذائية السكريات الطبيعية بشتى أنواعها أنت تقدر تشكل في التغذية هذه مثل ما أنت تحب ومثل ما الأخصائي اللي قاعد يتابع نمط الحياة اليومي مالك ويمشي معاك حسب جدول معين هذه بحد ذاتها هي تعطيك الشكل او التارجت اللي انت تبيه صح في كذلك المكملات الغذائيه اللي هي يعني لابد انه يكون في دخول مكملات غذائيه مثل البروتين شيك مثل الامور هذه اللي تساعد على الاحماض الامينيه وتساعد على نمو العضله خلافا عن الاكل اللي قاعد ياكله الاكل راح يعطي نمو في العضله ولكن بشكل مبسط تعطيك احماض امينيه
اللي هي ما يقدر يحصلها في الوجبات الغذائية اللي احنا قاعد ناكلها. صحيح. فتاخذها من شو من وين؟ تاخذها من المكمل الغذائي. سبلمنت. ايه السبلمنت. هو على اساس كذي هو اسمه مكمل غذائي. حلو. وليس وجبة رئيسية. جميل. احنا نبارك لك صراحة كتابك اللي راح يصدر ان شاء الله ويتم توقيعه باكر باذن الله. بإذن الله في معرض الكتاب اللي راح ينطلق في دولة الكويت الحبيبة. فكلمنا عن هذا الكتاب وعن هذه التجربة اللي سطرتها من خلال صفحاته. امانة ولله الحمد والشكر انتهيت من كتابي الاول اللي يتكلم عن اضرار الهرمونات. طبعا الكتاب في جانب من خبرتي السابقة اللي أنا تعاطيت فيها للهرمونات وأضراري اللي صارت معاي في أثناء تعاطي الهرمون نفسه. أثناء ما قطعت. أي أثناء ما قطعت. إضافة إلى استبيان تم على طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الواتساب استبيان كامل. حلو. يوضح فيه طبعا الاستبيان شاركوني فيه شباب وبنات وشاركون فيه كل الأمانة عن طريق المواقع. حلو. وتمت فيه الأسئلة ولله الحمد والشكر ذكرناها في الكتاب وإن شاء الله يعني يستفيدون من القراء بإذن الله. إن شاء الله الكل يأخذه ويقتني صراحة ويقرأ حتى يتوعى شوي يعني لا يركض وراء الشكل. أمانة لأن في توعية جدا كبيرة صحته. خاصة أنا وجهت رسالتي في كتابي لأولياء الأمور. أي. علشان يعرف شنو طريق ولده اللي راح يدخل نادي وممكن أنه ينجرف يعني ممكن أنه ينجرف في هذا الأمر وإن شاء الله يعني يحوز على رضا الجميع بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله موفق دائم الدوم أخونا محمد سامي الصالح يعني وليك العافية على هذه الجهود. هذا جانب للأمانة يا جماعة من المسؤولية الاجتماعية المقدمة تجاه أوطاننا. فكل الشكر لك يا أخوي. شكرا لكم وشكرا لحسن الاستضافة ويعطيكم العافية إن شاء الله. ساعة المباركة ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح يا رب. تسلمون سلمك وحفظك. فاصل ترى وايد صغيرون فلا تبعدون.